نضال مبروك الجرسونيرة، ويمكن اتأجل كتير بسبب الأحداث السياسية. أيوة طبعا هو اتأجل شوية، بس الحمد لله أعتقد أنه ربنا بيختار التوقيتات المظبوطة وأنه ينزل فيها بإذن الله. من خلال متابعتنا للأخبار اللي بتنزل على الفيلم حسينا أنها مباراة بين ثلاثة، مش كده؟ يعني أتمنى من ربنا أكون مباراة ممتعة، فإن شاء الله بإذن الله. يعني هي مباراة صعبة يقودها المخرج، فأتمنى أنها تبقى حاجة ممتعة لكل الناس. كل ممثل أكيد هدف، يعني هيسدده. إيه الدور اللي حضرتك بتجسده النهاردة؟ والله هو الهدف دوت لما أنتوا تخشوا تتفرجوا هتقولوا بقى إذا كان هيبقى فيه هدف ولا لا. بس يعني أنا بالنسبة لي فكرة أنه يبقى الدور جديد عليا، أن أنا أعمل دبلوماسي، والدبلوماسي دوت عنده حياة شخصية خاصة بتؤثر على حياته العملية وحياته الأسرية. أعتقد أن صراع كان جديد عليا بالنسبة لي أن أنا أقدر أجسده يعني. يعني حسيت أنه وبعدين الموضوع فيه سسبنس وفيه أكشن، فبصراحة يعني أنا حسيت أنه تجربة مختلفة. هقطع كلامك، سسبنس وأكشن في لوكيشن واحد والمدة ساعتين مع ثلاث أبطال، يعني ده تحدي. إزاي أنت استعديت لي؟ والله أنا استعديت لي على قد ما قدرت، أن أنا اجتهدت وركزت وكنت يعني ما بفارقش المخرج إطلاقا أستاذ هاني في كل التفاصيل اللي بحاول أعملها، لأنه هو قائد العمل. فكنت حابب دايما انه ابقى على صله برؤيته وعلى افهمه عايز ايه. قعدتي مع المؤلف كتير استاذ حازم متولي، اعرف هو كاتب الشخصيات دي ازاي، عامله ازاي، كل دي تفاصيل كتيره جدا بنحاول كنا نعملها عشان خاطر نعرف نجسد الموضوع يبقى صادق عند الناس. نضال الشافعي، ما جربتش يعني ما فيش اعمال كوميديه في الفتره اللي جايه ومسرح؟ ان شاء الله باذن الله. يعني بالنسبه للاعمال الكوميديه باذن الله في حاجه قريب، مسرح بقى ده يبقى صعب شويه لسه شويه كده، وان شاء الله يا رب بس في اختياراتنا نبقى عند حسن ظنكم دايما. جديد باذن الله في 2014 فيلم الجزيره 2 باذن الله. نضال نعم للدستور ام لا؟ ده انا هحتفظ بيها وانا بمضي فيها على الورق. بس هناك دعوات للفريق السيسي انه يترشح، هل انت مع رئيس مدني ام عسكري؟ انا مع اللي في صالح مصر باذن الله. باي باي. هو فعلا الفيلم تجربة صعبة، وهو ده اللي خلاني أعمله. يعني ده التحدي بتاعي في الفيلم ده، إن أعمل أول مرة تعمل في مصر في الوطن العربي خالص، مش أول مرة تقريبا، لا خالص هي أول مرة. التحدي إن أنت بتعملي ثلاث ممثلين في لوكيشن واحد طول الفيلم، يعني ما فيش دقيقة بتطلعي بره اللوكيشن أو ثانية ولا بتشوفي ممثل تاني. ده كان صعب طبعا، هو ده التحدي اللي شجعني أن أنا أعمل الفيلم، علشان انت بتعملي فيلم العادي اللي فيه ممثلين وفيه لوكيشنز كتير بيبقى فيه احيانا ملل او لونجير، فازاي انا هنا بقى في مكان واحد الناس ازاي اقدر اشد الناس ما خلاش تزهق انها تعمل العمل. يعني ايه الجديد اللي هيقدمه هاني جرجس فوزي النهارده؟ يعني خلينا نشوف غاده عبد الرازق ومنذر ريحانه بشكل مختلف، وكمان نضال الشافعي. انتوا هتحكموا بقى، هم مختلفين طبعا جدا، لان في الاخر في مخرج برضو بيبقى ليه تركيبه خاصه وطباع خاصه واحاسيس مختلفه بيضيفها مع الممثل، غير احاسيس الشخصيه نفسها والخط الدرامي بتاع الشخصيه. ممكن يبقى في ممثل شايفه بوجهه نظر وباحساس معين ماشي فيه، وانا مش عايز يعني بسحبه واوديه الاتجاه، مش شرط ان كل جمله انا بقوله يعملها ازاي، ما فيش كده، لكن باخده في الاتجاه الاحساس والشكل اللي انا عايزه. يمكن برضو احنا فوجئنا بتغيير اسمه ايه، الافيش. يمكن احنا عمل افيش موجود جوه مش عاجبني، وانا غيرته. يعني اتعمل من غير انا ما اعرف الانتاج عمله، وانا شفت ان هو افيش مش كويس، فعملنا افيش تاني اللي هو موجود هنا، هو بقى يصوريه بقى. دايما هاني جرجس فوزي مخرج ومنتج مثير للجدل، يعني دايما مع الرقابه، وسمعنا برضو ان الرقابه اعترضت على حاجات كتير في الفيلم. ما هو مثير للجدل دي الناس بيقولوا لي دي ميزه، فانا اوكي موافق عليها لو هي ميزه يعني. بس انا ما احبش ابقى مثير للجدل عشان عامل افلام فيها جنس او فيها عري، انا احب يكون افكاري هي اللي مثيره للجدل، افكاري اللي بطرحها من خلال الموضوع، وده الاهم عندي، واخده بالك؟ والرقابه في الفيلم عندي ما شالتش ولا شوت ولا في احاسيس كانت شال حاجه بالمناسبه، يعني اللي هو المفروض يعني كان عليه جتل كتير في الحته دي. انا يهمني يعني او عندي قدره ان اقنع
لجنة الرقابة بأفكاري وباللي أنا عامله عشان ما تشيلهوليش وبنجح تملي الحمد لله. معظم خلافات هاني جرجس فوزي مع الفنانات ده صحيح؟ لا قولي لي خلاف واحد ما عنديش أي خلافات مع الفنانات. دولي شاهين دي قضية كانت ثابت الفيلم ما كملتوش بدون رقابة علشان هي بتعمل فيلم تاني وعلشان جبنا ماريا تمثل في الفيلم. ربنا يحميكي. منذر انا عايز اقول لحضرتك يعني الفيلم في لوكيشن واحد ازاي تغلبت على ان يبقى فيه يعني نوع من انواع اللي ما يحصلش نوع من انواع الملل للجمهور وازاي درست الشخصية وخصوصا كمان ان المخرج هاني جرجس فوزي يمكن ده اول تعاون معه. يعني الملل ده بالنسبة للجمهور انا مش حاكم عليه. هو مش ملل احيانا لما يبقى المسلسل الفيلم في لوكيشن واحد وثلاث ابطال فده يعني احنا نفسنا تحدي وان شاء الله ان نكون ناجحين فيه ان شاء الله. تمام. عايز اسالك كمان يعني انت ليك طبعا في السياسه ومتابع الاحداث اللي بتحصل في مصر طبعا. ايه رايك في اللي بيحصل وكيف نتغلب ازاي الفن يرصد ده كله ويوصله للناس؟ لا 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 احنا مش هنتغلب على اي حاجه الا في العلم والثقافة والمنطق أوكي وهنتغلب على الحاجة اللي جاية من برا مصر على مصر بالحب والعلم إنه إزاي هتدمروا مصر ممنوع. جديد وهنأثر عليك جديد في دراما 2014 وما تقولش ما فيش حاجة. والله العظيم لسه شوية حالنا وحشتنا وعايزين نسأل على الجديد إن شاء الله في 2014. والله أجدد حاجة إنه المسلسل اللي إحنا بقالنا سنة ونص بنصوره اللي هو رجل الغراب هو النسخة العربي من مسلسل أجلي باتي إن شاء الله أخيرا هيتعرض بعد بكرة 1 يناير على OSN. هلا شباب ينفع أقول عادي؟ الله يبارك فيك. تجربتك في 8% يعني تكلمينا عنها برضه شاركتي في حلقة غنية مع كبير في مسلسل كبير قوي كلمينا برضه عنها. والله مسلسل كبير قوي لما اتعرض عليا كنت مبسوطة جدا ولما اشتغلت حسيت إنه أنا يعني كنت موفقة في قراري وإني عملت كويس إن أنا وافقت يعني وكان إضافة كبيرة ليا. فيلم 8% الناس كلها يعني واخده عليها مآخذ انا شايفه ان هي يعني تحفظات مش حقيقيه. هو في الاول في الاخر فيلم لايت كوميدي وفيلم اطفال وما فيش مشاهد يعني خدشه للحياه. فالاطفال كده كده بيغنوا الاغاني دي وبيسمعوا الناس دي فبدل ما يقولوا هاتي مش عارف ايه يا بنت والحاجات دي يقولوا انا باربي ويقولوا يعني بدل كده كده بيسمعوا الجانر ده من الميوزك فنديهم كلام يمشي معاهم. النهارده كنت حريصه انك تحضري العرض الخاص بتاع الكاميرا تقولي ايه الابطال اقول لهم ربنا يوفقكم وانا متفائله جدا الفيلم ده ومعجبه جدا بيه من قبل ما اتفرج عليه. كل ابطال الفيلم بجد والقائمين عليه انا متابعاهم ومتشوقه جدا ان انا اتفرج عليهم. تمام انا عايز يوم لطيف النهارده. منتظرين المسلسل الجديد ان شاء الله في يناير وتبقى مطلع سنه جديده عليكم. شكرا يا رب. فوكس يلا ثواني بس نصور بقى قولي ايه الابطال العمل؟ لا اقول لهم مبروك الفيلم حلو قوي انا اتفرجت عليه. مباراه تمثيل ما بين الثلاثه اتفرجت عليه الكواليس. لا اتفرجت عليه كله كان تمام مش في الكواليس ولا اتفرجت عليه كامل. طبعا مباراه تمثيليه فظيعه ما بين الثلاثه الحقيقه كانت رائعه والفيلم كله وان لوكيشن وعمرك ما هتصدق دينا جديد في السينما والتلفزيون ان شاء الله. مضيت مع الاستاذ محمد السوكي فيلم سوريكاتو هتدخل ان شاء الله ومسلسل المرافعه ان شاء الله. الدور جديد باذن الله فاجئنا فيه يعني حاجه كله مختلفه جديد. كله جديد في جديد دينا نعم الدستور اهلا محدش الدستور مش لحد لان دي مسؤوليه شخصيه على كل واحد يقرر الناس دول كل ده طبعا بيخليك قلقانة فاهمة بس بقول في الاخر ايه انا يعني عملت اللي عليا كممثلة والباقي ده على ربنا ان شاء الله باذن الله. بتتمني ايه 2014؟ اتمنى كل حاجة حلوة سواء المستوى الشخصي او الفني سياسي مش لبلدي بقى
مصر كل البلاد العربيه والوطن العربي، فالدولار كل بني ادم عيان ربنا يشفيه، كل واحد محتاج هذا ربنا يديه. شجرة الدر كلمني عن حلم حياتي.